السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا المحاضرة الأولى من الكورس بتاع الكياد ستاندرد، وإن شاء الله صديقي العزيز هيشرح لنا بالتفصيل إزاي نعمل كياد ستاندرد للشركة، وإزاي يبقى فيه نظام معين الشركة تمشي عليه، إزاي نعمل النظام دوت. وطبعا حسن غنى عن تعريف والناس كلها عارفاه، حبايب كلهم كتير يعني، إن شاء الله شرفت ان انا اشتغلت معاه وتعلمت منه كتير، وهو ما شاء الله يعني من الناس المجتهده جدا واللي بيطور نفسه باستمرار، ومن الناس اللي حتى عامل اثبات كتيره جدا في الكاد قويه جدا وبتسهل علينا في الشغل. ان شاء الله يعني استاذ حسن محمد هو خبره ما شاء الله 20 سنه في الستاندرد وكاد ستاندرد، و ازاي الواحد يعمل سيستم للشركه اللي هو شغال فيها. ما شاء الله يعني انا متوقع ناس فات كتير جدا وتعلم حاجات كتير جدا النهارده ان شاء الله. الو، الو اتفضل، سامعينك اتفضل. بسم الله والصلاه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. معاكم حسن. احنا اولا حسن ده حسام فاد من فوق 20 سنة، شغال جديد في دولة الإمارات حوالي 7 سنين، كملت في مصر هنا، ديتيلر دلوقتي شغال في الشغل دلوقتي في الديتيلز، أكتر منها في الويبنج عادي، شغال في البري كاست ديتيلز أساسي، جي آر سي ديتيلز، الحاجات دي كلها شغال ديتيلز، مبرمج بالليزب من 2007. ابتديت ادخل في الستاندرد والدرافتنج والحاجات دي كلها من تقريبا 2008 او 2010. السيستم هو ده حسب. بعد كده بنتكلم عن ايه؟ عن الستاندرد. هو ايه الستاندرد؟ هو انا عايز اعمل نظام للشركه. الشركه هنتكلم عنها ان هي ايه؟ الشركه فيها مقومين اساسيين، احنا بنتكلم بالنسبه لنا احنا في مقومين اساسيين. اولا الامبلي الموظف اللي جوه والوقت. اولا لازم نرفع مستوى الموظف، اذا كان موظف ايا كان بقى، اذا كان درافت، اذا كان مهندس، اذا كان انجينير، اذا كان مانجر مدير او ايا كان. وفي الوقت، ازاي نوفر الوقت عشان نوصل اللوحه تخرج من عندنا بمستوى يدوب بالمكتب. لازم المكتب اللوحه دي يبص عليها اقول ده مكتب اكس، مكتب واي، مكتب كذا، هو ده اللي ايه، هو انت بيطلع لنا الشغل. طيب عايزين نبص على التعريف كده. دي ده حسن كاد، الايميل بتاعي لو اي حد محتاجه، انا اي حاجه موجود في الايميل الورد. طب نبتدي من ثانيه بس بسريع جدا. الاول بس نتعرف على بعض بالكاميرا. انا حسن اهو، يمكن اتقابلت مع ناس كتير، وليا الشرف اني قابلت ناس كتير جدا في المجال ده، بس هلغي الشاشه بس عشان ايه، الكاميرا عشان الترافيك بس في الشاشه. ممكن يبقى ان شاء الله ده الاوتوكاد. احنا دايما الاوتوكاد الستاندرد بيعتمد على بره الاوتوكاد اكتر من جوه الاوتوكاد. انا بنظم الشغل بتاعي الاول، بعد كده بخش في المرحله الاخيره اشتغل على الاوتوكاد. يعني ايه ستاندرد؟ هنتكلم بستاندرد او بس تعرفوا، نجيب تاني الشاشه. درافت 20 سنه والديتيلز والحاجات، ده الايميل بتاعي لو اي حد يحب يبعت لي اي حاجه على الايميل انا حاضر. تمام، ده الورد بريس بتاعي، البلوج بتاعتي، وده اليوتيوب. تمام، نيجي على الستاندرد بقى. الويكيبيديا معرف الستاندرد على ان هو ايه، سيت اوف جايد لاينز فور ذا واي كمبيوتر از ديزاين كاد شود ابير. هو الجايد لاين يعني ايه جايد لاين؟ هو خط بيعرفنا، خطوط عريضه بتعرفنا الشغل بتاعنا ازاي. طب هو في سيستم معين يعني ايه ستاندرد يجي لمكان ما؟ لا، مفيش ستاندرد معين يمشي لكل الاماكن، ده صعب جدا نلاقيه. ليه؟ لان كل مكان ليه الفكر بتاعه وليه الطريقه بتاعته في الشغل، فممكن يغير من مكان لمكان. حجم العمل بيفرق، حجم العمل بيفرق طبعا. في حجم العمل مثلا صغير، مجموعه فيلل، انا مش محتاج ان انا مثلا 200 لاير في المعماري و150 لاير في الانشائي، لا، هو بتحاول تقلل المعلومات، بتقلل المعلومات شويه وبتقلل الداتا شويه، فممكن يوصل مثلا ل 50 لاير مثلا. طيب
الستاندرايزيشن ده بيعتمد على ايه؟ انا بعمل ايه؟ انا بظبط حاجات معينه، ده جزء منها. بعمل ايه؟ بعمل سيرفر، السيرفر نفسه بعمل له ارينجنج، وبعدين بظبط البروجكت تري، وبعدين بظبط الفايل نيمنج، اللايرز، اللاين ثيكنس، بارتيشنز، سكيل، والفيبرز. طيب عايزين اول حاجه احنا ليه بنعمل استراكشر للفايل؟ احنا عايزين مثلا حد فينا كده يفكر مره ان هو ايه حاب يجيب داتا معينه من فايل قديم، هيلاقي مثلا مكتوب في ايه، مكتوب مثلا فيلا محمد، ممكن مثلا عندي اثنين فيلا محمد، فيلا محمد الخبر، فيلا محمد في قطر، وفيلا محمد في مصر. الموضوع بقى ايه، هضطر افتح كل فايل واشوف هو مين واشوف هو ليه وازاي، وبعدين ارجع اقول لا مش هو، اعتمد على الذاكره هو مين ده. تمام. طب ده كده يبقى انا هضيع وقت جدا. طب انا عايز سيستم اعمل بيه نظام، سيستم نظام اعمل بيه ايه ان انا اوصل المعلومه بسرعه. تمام. بعد كده والسهل نوصل لها، فلازم اعمل النقطتين دول. دي بتترجم في المكتب الاستشاري ان هي سيفنج تايم. سيفنج تايم يعني ايه؟ يعني سيفنج ماني، يعني الموظف اللي قاعد مرتبه مثلا اكس بدل بيقضي مثلا نص ساعه في اليوم بيقعد يدور على حاجه قديمه، ويدور على الريفيجن انه، ويدور مش عارف على بلوك عايز يكيبه، لو قعد نص ساعه بس في اليوم، تيجي نحسبها بنص ساعه في اليوم مثلا، هنقول مثلا عندنا هنقول مرتب 1000 جنيه للواحد، طبعا 1000 جنيه كتير طبعا. 1000 جنيه مثلا هيقعد نص ساعة أو ربع ساعة في اليوم، يعني كده كام؟ يعني أدي التمن، أنتوا متخيلين الوقت قد إيه؟ ربع التمن، ربع التمن لموظف واحد، يعني كده لو هم أربع موظفين يعني تمن مرتب، يعني لو 30 موظف، لو الشركة فيها 50 موظف مثلا، يعني كده أنا ضيعت يوم من الشركة للموظف. نحسبها في الشهر، نحسبها في السنة، هتلاقي مبلغ حاجة محترمة. ايه كل ده ليه؟ عشان يوصل، عشان عايز يوصل لحاجه معينه. طب ما نعمل له سيستم يسهل عليه وصول الفايل ده، يوصل الفايل عشان يعرف يشتغل عليه. يبقى كده وفرت عليه، بدل ما ياخد نص ساعه ياخد 10 دقائق. طب ممكن اوصله يبقى 5 دقائق، لو عرفت اوصله انه يوصل في دقيقه ان هو يفتح الفايل، يبقى انا كده انجزت، وفرت على الشركه نص ساعه للموظف الواحد. متخيلين التوفيرات دي؟ طب حاجه ثانيه، ان سهل ان اوصل له بقى الفايل، في سيستم معين، في زي محطوطه معينه عايز اوصل لها، هلاقيها يبقى سهل اوصل لها. طيب اول حاجه بنبتدي على السيرفر. السيرفر بتاعنا هو ايه؟ الاساس بتاعنا. فانا السيرفر عندي طبعا ده بتعاون مع الاي تي، بقول له انا عايز اربعه فولدرز بيعملهم لي مابس على الـ على الـ على البي سي بتاعي. طيب اللي هم ايه؟ الريسورسز. على فكره السيستم كنت عامله لشركه المنجم السكري للذهب، وده دليل، يعني هو دليل على ان مش فيش سيستم جاهز لكل حاجه. انا كنت عايز سيستم جامد جدا ليهم، طلع ان السيستم طلع ان الشبكه عندهم مش مستاهله ده كله، فاضطريت ابتدي اقلل في الفكر، لان هو كده لو عملت انا ممكن اوصل لمرحله ان انا اعمل حاجه قويه جدا، ولكن هتعمل ايه؟ ممكن تعطل الشغل. الفكره يا جماعه ان انا مش لازم اعمل حاجه قويه جدا توصل معايا لمرحله ان انا في كيرف العمل بيوصل للقمه وبعدين بتلاقيه نزل تاني، فممكن اوصل لمرحله ان انا اعمل سيستم قوي جدا بس هيعطل الناس. فده دليل على ان انا لازم ادرس المكان كويس واشوف هو عايز ايه. طيب نبتدي السيرفر بتاعنا اهو، اس جي ام اللي هو سكري جولد مينس. انا اقسم الاربع فضرات، الاول عشان نوصل للمعلومه صح، ففي ريسورسز المصادر بتاعتي، وبعدين في بروجكتس بتاعتي، وبعدين البلوتون، وبعدين الشير اون. نيجي واحد واحد فيهم. الريسورسز ايه؟ دي كل المكتب الهندسي محتاج ريسورسز دايما، زي الكودز. اللايبرري بتاعتي فيها كودز مثلا، فيها كتب معينه في الحاجات في كتب اشتغل بيها، يعني محتاجها. صح يا جماعه، بس ممكن حد يقول لي عايز اشتغل في فوكس على ريسورسز اهي. طيب الريسورسز بتاعتي بتبقى اللايبرري، المانيوالز، الجرافيكس اللي موجوده، الريفرنسز. اللايبرري بتاعتي اللي هي انا بحط برسم اللايبرري بتاعتي، لو الاقسام يبقى في مثلا في قسم جنرال، في
قسم للكتب المعماريه، كتب الانشائيه، كتب الميكانيكال عامه، اتش فاك، الفاير بروتكشن، الحاجات دي كلها. كل قسم بيبقى طبعا دي كلها اقسام داخليه بنحطها، المانيوالز بتاعتنا كلها بنحطها. طبعا دي التقسيم ده بحيث انا هفتح الفولدر بتاع الريسورسز ابص عليها، عايز لايبر، انا عايز حاجه في اللايبرري، افتح اللايبرري فولدر لايبرري جواها الاقي الحاجات اللي انا عايزها. طيب البروجكتس طبعا ده الموضوع بتاعنا هو الرئيسي، فاحنا هنسيبه شويه في التقسيمه دي، هنسيبها دلوقتي. دي الحاجات اللي اتطبعت، بلوك اون، الحاجات المطبوعه الجاهزه اللي احنا بعتناها للعميل خلاص جاهزه. الشير دي اللي هي الشيرنج ما بين الموظفين بعضهم، حاجات مؤقته طبعا، ده بيتملي دايما بسرعه لانه حاجات مؤقته. انا عايز اوصل لك، عايز ابعت لك ملف ولكن هو مش تبع المشروع معين او ديتيلا معينه طلبتها مني اعملها فانا بعملها لك. الشير عامه اللي هو ما بين الاقسام وبعضها، ما بين الموظفين وبعضهم في الاقسام المختلفه. طبعا بقسمها المانجمنت، الاركتكشرال ستراكشر، ممكن اخليها فولدر واحد بالاسامي كلها. طبعا دي حسب حجم المكان وحسب حسب عدد الموظفين. طيب بعد السيرفر دي البروجكتس بقى اللي احنا بنتكلم فيها. الفولدر البروجكتس اللي فيه ده الاساسي بتاعنا، بنعمل فيه الكونسبت، ورك سيت، بيرميتس، ريكورد. المشروع طبعا احنا كلنا عارفين السيستم بيدخل ازاي، في مشروع بيجينا بنعمل الكونسبت بتاعه بنقدمه للعميل. طبعا ده الكونسبت ده الناس بتشتغل عليه لوحده، فده مش بروجكت لسه، لان في كونسبت ممكن ما يتقبلش، يبقى المشروع لسه اندر ستادي، لسه ممكن ما يكونش مشروع، فبيتحط في مكان ما عشان يبقى، لان ممكن المكتب يجي له مثلا 20 مشروع يشتغل منهم خمسه او سته. تمام. فالكونسبت دي الكونسبت بتاعنا هنقسمه جوه للجنرال. طبعا المربع ده فولدر، احنا لازم نتخيل الموضوع ده فولدر. في فولدر الجنرال، برزنتيشن، الريفرنس داتا، ندخل جواهم بقى. فالكونسبت البرزنتيشن بتاعنا موجود من ملفات الكتاب، ملفات ايمجز، كتالوجز بتاعتنا اللي احنا بنقدمها، ال 3 دي اللي بتتقدم، الديزاين ريبورت، الهيستوري بتاعت المشروع او الهيستوري اللي احنا عايزين نقدمها للمكان. طيب البروجكتس نفسها اللي هي بين اللي هي الورك سيت بتاعتنا دي الاساسيه بتاعتنا، هنسيبها برده شويه عشان هنرجع لها تاني. ناخد في البيرميتس دي الحاجات اللي بتاخد موافقات البلديات. دي المرحله اللي انا خدت فيها موافقه للبلديه عشان اقدر ارجع لها في اي وقت لو حصلت اي كان مشكله او حاجه اقدر ارجع لها البيرميتس تاني. طيب الريكورد دي اي تسجيل اي حاجه تبع المشروع احب اشيلها. ده هي مثلا العميل بعت لي حاجه، انا شغال اوت سورس للناس، في اوت سورس مثلا للبلامنج للرودز مثلا، عندي مشروع جالي فيه رودز بس مشروع ما بيجيليش رودز كتير، مشروع طوله ما بيجيليش كتير فيه قوي، انا مش هعين عندي ناس موظفين عشان الرودز، فانا ممكن اوديها اوت سورس. فيبقى الان اهو دي الحاجات اللي بتيجي. تمام. والاوت ناقصه دي البيرميتس. ادي الان اهي، ادي الاوت، الحاجات اللي انا ببعتها بقى للناس طبعا متقسمه لكل واحد موجوده، لكل قسم موجوده. تمام. وكل ريفيجن يبقى كل قسم موجود. دي طبعا التسليمه اللي هي دي بي دي دبليو دي السي تي، كل الريفيجنز موجوده اهي، كل قسم هتلاقي فيه الريفيجن بتاعته. ماشي. وكل ده متسجل في اللوج، ممكن يكون ملف اوتوكاد، سوري ملف اكسل او وورد او ايا كان. ماشي. هنا بقى البروجكت مانجمنت هي اللي ده الفطر بتاعهم هم، في حاجات خاصه بالمانجمنت بتقدمها بيحطها فيها. تمام. دي البيرميتس بقى، هنا هنيجي نبص هنلاقي ايه متقسم على داتا بس اللي هو البلديه والسيفل ديفنس. طبعا احنا ممكن حسب ما احنا بنقدم فيه، يا اما قسم واحد بنقدم له اللي هو بلديه حاجه واحده وخلاص، في اقسام ثانيه ممكن نقدم للسيفل ديفنس، ممكن نقدم للستراكشر لوحده، الاركتشر لوحده، الفاير لوحده، وهكذا. كل حاجه بتتقسم، فاحنا بنقسم الفولدرات دي. عشان كده بنقول احنا يعني مثلا السكري اللي انا كنت عامل له الحاجات دي هو ما عندوش بيرميتس، لان هو شغله كله داخلي، هو بيبني لنفسه وبيعمل لنفسه، مش محتاج موافقات، لان هو اصلا هو عنده سيستم بتاعه هو اللي شغال بيه، فما بياخدش موافقه من بره للدفاع المدني مثلا عشان يعمل المبنى بتاعه بطريقه معينه.
ما بياخدش موافقه معماريه من حد عشان يبني مبنى معين، لان هي كلها بيعمل مباني خدميه ليه هو، هم عندهم قسم جوه القسم بتاعهم المكتب الفني طبعا الموقع كبير فبيحتاج مباني كتير ومباني شغاله فيه كتير، بيبنوا مباني لان مملكه مستكشفه جديده فعايز لها مبنى معين، فبيعملوا الحاجات دي كلها جوه في المكتب الفني، فالحاجات دي كلها بتبقى عندهم. تمام؟ طيب البيرميتس والريكوردز. طيب نيجي بقى عايزين نبتدي بقى ايه، دي مقدمه كانت ظريفه للحاجات كده لحد دلوقتي. انا في معلومه، في سؤال معين عايزين نسأل عنه؟ في سؤال؟ الو سامعيني يا جماعه؟ سمعينك تمام. لو في اي سؤال يا جماعه ممكن يتبات في الشات او تعمل ريز هاند للمشاركه. في حد ليه سؤال في الجزء اللي فات؟ طيب نكمل. استاذ محمد، محمد الملا، اتفضل يا استاذ محمد. باشمهندس محمد اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هو ممكن لو حضرتك تشرح لنا ازاي نشتغل على الحاجات ديت في الكاد نفسه، يعني نشتغل الاكس ريف ونشتغل في اللايرز مظبوط، يعني نشتغل شغل بروفيشنال بس يكون على الكاد نفسه. حاضر، ده لسه المرحله الجايه، احنا اتفقنا في جزء لسه بره الاوتوكاد اصلا، احنا يعني لسه الاوتوكاد هيكون في ان شاء الله حاجه على هو في جزء منه، ما احنا اتفقنا اهو. نرجع تاني للاول. واضحه كده؟ في الفايل نيم طبعا دي من بره الاوتوكاد كله لغايه دلوقتي. هنخش بقى على الكاد لاير ستاندرد ازاي نخشها، وفي الثيكنس والانوتيشن والتكست والديمنشنال هاي سكيل والفيبورت انوتيشن الحاجات دي هنخش. انا سامع الجزء اللي انا يعني ان شاء الله كل حاجه جايه، انا بس النهارده احنا المقدمه لان هي دي مش محتاجه اتكلم فيها كتير، انا بتكلم لان اللي بعد كده هيبتدي يشرح في الموضوع، ودي كلها حاجات بتتعمل مره واحده او مرتين في المشروع في السلسله كلها، السيستم بتتعمل مره واحده فمش محتاجه ان احنا اتكلم فيها كتير. فهي تبقى طبعا عندك الريكورد بتاعك او الداتا بتاعتك دي موجوده، فانت عارف تمشي ازاي وتخلص فيها. تمام؟ فعايزين نتكلم فيها بالسهب اكتر. انا ممكن حد محتاج سهب اكتر في نقطه معينه من اللي احنا اتكلمنا فيها؟ طيب نكمل. خلصنا الحاجات دي كلها. هنخش بقى يعني ايه فايل. احنا الاساسي عندنا في شغل المكتب، عايزين نبص يا جماعه هو الاساسي عندنا في المكتب ايه؟ المكتب الهندسي، المكتب الاستشاري، عايزين نشتغل. احنا الاساسي عندنا ان احنا نطلع لوحه للموقع يشتغل عليها صح. لان ده هو الاساس عندي انا. العميل بطلع له برسبكتيف، فمش هيفرق معاه قوي، هو عايز يشوف شكل المبنى، هو ده شكل المبنى اللي انا عايزه. طب هننفذه ازاي؟ العامل اللي بينفذه في الموقع، فانا لازم اطلع له لوحه ماشي مظبوطه مهيئه ان هو يشتغل بيها. فقبل ما اطلعها له عنده لازم تكون عندي انا اصلا في الشركه المكتب عندي السيستم مهيئ عندي ان انا اطلع سيستم، اطلع لوحه مظبوطه. منهم الفايل نيمنج. الفايل نيم ليه؟ عشان اقدر افصل لوحات. يعني مثلا احنا لو عملنا سيستم ماشي مظبوط، احنا ممكن ناخد لوحات المكتب كله ونحطها في فولدر واحد، مش هيعمل اوفر رايت. تمام؟ ليه؟ لان عامل سيستم صح. هنشوف ازاي سيستم هيبان دلوقتي هنعمله. طيب وبعدين انا عايز اطلع شغله بسرعه، فلازم اعمل حاجه بطريقه تبقى سهله يوصل لها ماشي. لو وصلت ان انا وقت اصلا اللوحه معرفه صح والوقت اللي بوصل لها بسرعه، فكده يعمل لي ايه؟ هيقلل الاخطاء ان انا افتح لوحه غلط، ممكن اخد منها معلومه غلط تضرني اكتر من تنفعني. تمام؟ طيب هنيجي على البروجكت نيم. البروجكت نيم اللي هو احنا ابتديناه في الاول، اسم الفولدر اللي فيه المشروع كله. تمام؟ تيجي نبص يا جماعه الاول، ايه رايكم نيجي نبص على مشروع ونخش في البروجكت نيم بتاعه؟ رايكم؟ ادي
البروجكت تمبليت او ده البروجكت بتاعنا ماشي. الكونسبت اهو اللي احنا اللوحه اللي احنا شغالين عليها لسه، ادي الكونسبت اهو وادي الورك سيت، ادي البيرميتس، ادي الريكورد. بدخل جوه الكونسبت بحط الفولدرات بتاعتي، ادي 1 الاولاني دي 1 كونسبت 1.1 جنرال 1.0 الجنرال 1.2 بريزنت اللي هو البرزنتيشن 1.2 ستادي 1.3 السايت داتا دي المعلومات في الموقع. انا ممكن انزل انا دلوقتي انا عم باجي اصمم، طبعا حضراتكم عارفين لما نيجي نصمم المبنى محتاج معلومات في الموقع عشان اجيب مثلا فين الشمال بتاعي، فين المباني اللي جنبي، الطراز بتاعها ايه، فانا هعمل ايه. طبعا دي داتا معينه فانا لازم في طبعا داتا كتير المعماري بيحب يشوفها من الموقع فبيلاقيها، هيدور هيلاقي هنا، فهو ما يشعد بقى يدور طب يا جماعه فين الفايل، طب هات لي الفايل فين. هو عارف انه يخش المشروع بتاعه هيلاقي السايت داتا فين، تمام. ده الكونسبت. طيب السايت ورك هو ده الاساسي بتاعنا اللي هو فيه الجنرال والبيلدينج والسايت والكونتراكت دوكيمنت، تمام. هنرجع بقى في الحته دي هنقف عشان نشوف اللي احنا بنعمله. طيب انا دلوقتي عايز اسمي الفايل ده من بره اديله اسم معين عشان ما يتلخبطش، يبقى في المشاريع كلها هنا فولدر موجوده ما يتلخبطش مع بعضها. طب انا هعمل ايه؟ هعمل بعض الكونفيجريشن لاسم الفولدر نفسه عشان يشتغل. سي واي واي بي ان بي دي. السي هي ايه؟ الكانتري او السيتي اللي انا فيها. ايه الفرق بينهم؟ في واحد في مثلا شغال مكتب شغال في مصر بس كل مشاريعه في مصر او في القاهره، ما بيخرجش هو مش عايز يخرج بره القاهره، فمش محتاج الحرف السي، هيحط على طول يلغي السي ويكمل بعديها. لكن هو مثلا في القاهره في محافظات شغال فيها، يعني مثلا كنا شغالين في مصر في موقع مثلا بيشتغل الاوف شور او اون شور مثلا محطات الغاز مثلا، لان يعني الغاز مش موجوده في حته واحده، في كذا حته فيها في كذا محافظه، فانا هضطر اكتب بقى انا ايه احدد المحافظه كل محافظه ليها الكود بتاعها. طيب اكبر شويه الموضوع اكبر شويه، ده انا بشتغل في مدن في بلاد ثانيه مثلا، هشتغل ان في الكيو هي قطر، كي كويت، يو اللي هي يو اي اللي هي الامارات، اس سعودي عربيا. ممكن احط حرف واحد او اثنين حسب ما انا حجم العمل عندي. طبعا الحاجات دي كلها شايفين هي متغيره فاريبلز كلها. طيب الواي واي اللي هو الايه؟ السنه. الواي واي سنه، بكتب السنه بتاعت المشروع. طيب والبروجكت البروجكت نمبر بتاعنا. طبعا احنا ايه لما المشاريع بتخش الشركه بتخش مثلا على البروجكت مانجمنت بيديها رقم يونيك نمبر، رقم كده مميز لكل مشروع. هو المشروع ده رقم كام دخل في الشركه؟ ده رقم 1 2 3 4 5 ده بيتصنف بالترقيم، تمام؟ فده ليه رقم. وبعدين بقى عشان برضو للناس اللي ما بتحبش ارقام بتبقى عايز اسم، فبعمل ديسكريبشن للمشروع معين. تيجي نجيب مثال مثلا ادي اي 2053 بنانا مول. اي اللي هي ايه؟ ايجيبت اللي هو المشروع ده في مصر. 20 اللي هو في سنه 2020 المشروع رقم 53. فانا لما اجي هقول لك مثلا انت مثلا حضرتك مثلا هتسالني على معلومه مثلا هتقول لي او انت انا وانت شغالين في مشروع واحد ماشي، بس انت في مشروعين وانا في مشروعين نفس، يعني انا وانت شغالين في مشروعين مع بعض، احنا شغالين في مشروعين دلوقتي 53 54. فانا اقول لك بص على المعماري في المشروع 53 بتاع السنه دي، يبقى كده انا قدرت اوصل لك للفولدر بتاع المشروع، تفتح هتلاقيه موجود ده. طب تيجي نحط بقى الحته دي معانا في المشروع، ادي اي 2053 بنانا مول. نطلع على البروجكت نيم على البروجكت بتاعتنا اهي، هنعمل طبعا بناخد نسخه من ده يبقى اصل عندنا. ونيجي نخش هنا المشروع ده في مصر سنة 2035 اسمه بنانا بنانا مو، تمام كده يا جماعة. طب لو مشروع تاني دخل يبقى رقم تاني، نبتدي ناخد من الاساسي بتاعنا ونبتدي نعمل ايه مشروع تاني. طيب هناخد مشروع تاني هو موجود كان مثلا في قطر برضه سنة 20 بس هو مشروع رقم 55 54. ده ايه؟ ده سليم مول.
تمام كده يا جماعه؟ يبقى كده احنا قدرنا نحدد المشروع ونعرفه، يبقى في اند ديفايننج للمشروع، في تعريف للمشروع معين احنا ما نتلخبطش فيه، لا انا ولا انت نقدر نتلخبط فيه دلوقتي. تمام كده؟ وصلنا للمود. طب نخش اللي بعده. احنا كده خلصنا الاسم، تسميه المشروع نفسه. تيجي نخش بقى على الفايلات. طب احنا عايزين نفسر يعني ايه فايل في الموجود اصلا في المشروع. احنا انواع الفايلات في المشروع بيبقى نوعين، يا اما شغل في الموديل يا اما شغل في اللي اوت او الشيت. ايه الفرق بينهم؟ الموديل هو اي ملف فيه شغل بيعبر عن البلانات زي الاكس ريف والبيز بلان. الاكس ريفات هي البيز بلان، بس الاكس ريف يعني الفرق بين البيز والاكس ريف، الاكس ريف بيستعمل في كذا مكان، انما البيز هو ملف بيستعمل زي ايه؟ هنفترض مثلا عندنا مشروع بنشتغله، فاحنا هنحط الانوتيشنز كلها في ملف لوحده. يعني ايه؟ يعني روم نمبر ده ملف، الدايمنشن ملف، التكست ملف. انت بتفصص المواضيع كده ليه؟ احنا بنحاول نجيب مستوى عالي شويه عشان لو حبيت تقلل عنه ما فيهاش حاجه. يعني انا ممكن اعمل مشروع لوحده الانوتيشنز والتكست والدايمنشن والبلوكات اللي هي التعريف، مثلا الروم نيم مثلا او الدور نمبر او الويندو نمبر، ده محتاج فايل لوحده. لكن المشروع الصغير مش محتاج ده كله، مجموع فيلا دورين وارضي، فمش محتاج ان انا افصص بقى الحاجات دي كلها. فنعمل فايل اسمه انوتيشن مثلا، ده اللي هو البيز بتاعي. الاكس ريف بقى اللي هي الجزء اللي بيستعمل في كذا قسم زي الحوائط. انا ما برسم الحوائط لوحدها لان كل الاقسام بتستعملها. طب والاكس والاكساب، الاكساب كل الاقسام بتستعملها، فهو ده اكس ريف. لكن البيز هو بيستعمل في حاجه معينه المعماري مثلا لوحده. تمام كده يا جماعه؟ طيب يبقى نيجي نبص هنا نلاقي ان كل الموديل هو الفلور بلانز والاليفيشنز السكشنز الفريمز وهكذا. بالنسبه للفريم في حاجه لازم نخلي بالنا منها، انا برسم الفريم برسمه في الموديل وبعدين اسحبه اكس ريف على اللي اوت، لان لما بسحب اكس ريف الحاجه اللي في اللي اوت ما بتبانش، ما بتظهرش معايا في الاكس ريف، كل اللي بيظهر في الموديل بس. فانا هرسم الفريم بتاعي في الموديل عادي، والداتا بتاعت المتغيره احطها انوتيشن، احطها زي داتا البلوك بتاعنا في اللوحه نفسها، انما الشيء الاساسي موجود. طيب الفريمز ممكن اقسمها؟ اه ممكن اقسمها. انا لو عندي شغل معماري بس اعمل قسم معماري. طيب لو اقسام ثانيه مختلفه، يبقى الشغل البيز بتاعي الشغل الاساسي بتاعي موجود في فريم لوحده، والحاجات المتغيره اخليها فريم ثاني. تمام كل ده؟ طيب كده احنا خلصنا فهمنا الفرق بينهم. طيب النقطه الاساسيه ان كل حاجه لازم نحدد الزيرو زيرو بتاعها ونبتدي من جي اس، نظبط الجي اس على عمدا في اول ما نمسك لوحه جديده نكتب يو سي اس. ده انا عايز اظبط اللوحه دلوقتي على الاساس بتاعي دلوقتي، هكتب يو سي اس. تمام هو بيقول لي يو سي اس انت عايزه ايه؟ عايز فيس ولا عايز صغير مثلا في الاكساب بتاعت الموقع والحاجات دي كلها، بس بالحس الاعلامي اللي هو المساحه اللي بيجيبها. فانا عايز اقول له غير، خلي الحاجات دي الزيرو زيرو بتاعت الملف هي الزيرو بتاعت العادي بتاعت البلد، فخليها حته واحده. فانا هقول له يو سي اس بعدين وورلد انتر. تمام بعدين بلان انتر وورلد برضه. كده انا ظبطت الاوتوكاد بقى حاجه واحده. تقدر ترسم بقى من النقطه 00، ادي برسم لاين 0.0 اي نقطه كده انا عرفت ايه نقطه الزيرو بتاعتي هنا، هي دي الزيرو زيرو بتاعتي، ابتدي الشغل منها. طبعا احنا زي ما بنقول ايه، في مواثيق بنحطها في المكتب يبقى الناس كلها شغاله عليها عشان تشتغل صح. اول اللي هي مثلا بناخد مبدئيا بناخد احنا بنحدد في المبنى عايزين النقطه الاخيره او تقاطع اول اكسات. عامه في ناس عامه بيستعمل اللي هو تقاطع اول اكس. فانا لو خدت اكسات خدت اكس اكس وواي، تمام يا جماعه، والتقاطع بتاعهم هو اللي هستعمله فين؟ في بيعزله زيرو. طيب اللوحه دي هعمل فيها ايه؟ هستعمل فيها الحوائط. ادي نقطه زيرو زيرو يا جماعه بنتكلم عليها. تمام اهي ادي كده الاكس اهو، وادي الاكس الثاني اهو، وادي مثلا المبنى بتاعنا
اهو. اروح اعمل اول موف اول كده من هنا الى الزيرو زيرو. مش عايزين نلعب زيرو زيرو يا جماعه، حد عارف ليه؟ حد عارف؟ لما باجي الحاجات من زيرو زيرو دي في اللي هي الريلاتيف كوردينيت دي بيشتغل من النقطه بتاعتي اللي هي بيستعمل النقطه اللي انا بستعملها. انا باخد هنا يا جماعه ونعملها تاني، خدنا موف من النقطه دي فبيقول الريلاتيف للنقطه دي ده بيشتغل الريلاتيف، انما مش انما الثاني اللي اختار الثاني هو البيز بيشتغل على الزيرو زيرو بتاعت اللوحه. لما نيجي نعملها تاني احنا نشوف ان الجماعه بنحاول نعملها موف جاي مش هتتحرك مكانها لان هو الابسوليت بتاعنا بيعمل كوردينيت البيز بوينت بتاعته هي دي، بياخد النقطه اللي انا باخد منها هي بيستعملها البيز بتاعتي. طب لما نيجي نغيرها هنقول له في بنعمل كنترول كليك يظهر المنيو، ادوس ادوس على الاسناب سيتنجز هخليها من ريلاتيف هخليها ابسوليوت تمام. اقول اوكي اوكي نجرب تاني كده نعمل موف من هنا الى الزيرو زيرو هتلاقيها اتنقلت. بص يا جماعه النقطه دي الفكره بتاعتها فين؟ طيب يبقى تقاطع الاجساد دي هي اللي انا بستعملها هي الاساسي عندي تمام. يبقى انا هاخد نقول له افتح بحط الوركس بتاع التاني اهي، احط فيها الجنرال الحاجه بتاعتنا، احط الكفر شيت كفر شيت والفريم ليست اوف دروينج تمام. احط هنا في البيلدنجز دي لو عندي بيلدنجز مع بيلدنج كذا بيلدنج هيبقى في بيلدنج 1 2 3 4. فهنا طبعا هغير هنا انا طبعا بعمل بيلدنج واحد فخلي دي بي 1 دي 0 1 دي 0 2 دي 0 3 ده شغل السايت اهو ده شغل الكونتراكت ماشي يا جماعه. طيب الاسمبل يبقى الاسمبل موديل فايلز فور بلوتنج اند فيونج بوربس دي الشيت بقى اللي هو اللي هو ايه اللي هو الشيز بتاعتنا. انا فتحت مشروع بس انا عملت مشروع هنا اهو الفريمز اللي هي حاططها هنا دلوقتي حط فريم هنا باخده في اللوحه بتاعتي بحطه كشيت. الشرط بتاعه الاساسي بتاعه ان هو بيشتغل واحد لواحد، الفريم لازم يتظبط واحد لواحد ليه؟ عشان لما اجي اطبع ماشي وكل لي اوت لكل واعمل لي اوت لكل حاجه مستخدم لكل جزء مستخدم. يعني مثلا انا عندي مشروع كبير عايز اقسمه مش هاجي على الموديل واروح حاطط الحاجات بتاعتي في لي اوت واحد يعني كذا فريم، لا كل فريم لوحه واحده اللي تابل واحده تمام يا جماعه. طيب احنا خدنا كده خلصنا انواع الشيت هي ايه، نخش على اللي بعده هو ازاي نعمل الفايل بقى نفسه. الفايل نفسه هو فيه نفس الحاجات المشتركه بالنسبه للفايل للفولد للبروجكت نيم اللي هي السي اللي هي كانتري يير والبروجكت نمبر. بس هنخش بقى في حاجات زياده شويه هي اللي موجوده زياده عن الفايل نيم، تخش في الفايل سوري عن البروجكت نيم. البروجكت نيم بيقف لغايه البروجكت نمبر هنا لغايه بنقف لغايه هنا البروجكت نمبر دي، وبعد كده بنشيل التعريف الديسكربشن بنشيله ونبتدي نستعمل تعريف لكل فايل في اللوحه. احنا طبعا احنا لو خدنا مبدئيا لو كل فايل فيه التعريفات ديت كنيمنج بس كاسم الفايل في الحاجات دي كلها، تتوقعوا ان في فايل اتلخبط من مشروع لمشروع تاني؟ طبعا صعبه جدا يعني ممكن اقول مستحيله، لان مفيش لان لو فايلين بنفس التسميه نفس البلد ونفس السنه ونفس رقم المشروع يبقى انت بتشتغل على نفس الفايل، يبقى انت الفايل حاططه في حته وواحد حتى حاطه ثانيه، يبقى الاستراكشر بتاع الشبكه بتاع الاستراكشر بتاع البروجكت بتاع البروجكت نفسه في حاجه مش في مشكله مش موجوده تمام. طيب هنخش بقى نزود عندنا هنزود البروجكت نيم اهو نزود الكود بقى هنا هتحط اللي هو الايه هنا الحته دي هنحط هنا الكود جي فور جنرال اس فور سايت بي فور بيلدنجز المباني اللي احنا عايزينها. بعد كده في هنا حرف تعريف اللي هو
الكود وبعدين الموديل فايل الموديل فايل تايب وبعدين الفلور نمبر. نيجي ناخد اكزامبل عشان يبين لنا. احنا عندنا بيلدينج اي ايجيبت المشروع فين في مصر هنا مشروع في سنه 20 رقم 53 روب بلامينج ده رقم البناء رقم 01 رقم 02 03 طبعا بنبتدي مثلا عندي مبنى ارضي 2 بيزمنت وارضي وميزانين فنبتدي يبقى 00 معروفه دلوقتي هنا اللي هي ايه؟ اللي هي البيزمنت 2 01 البيزمنت 1 الجراوند 03 وهكذا طول ما انا طالع. طيب في ملف ثاني نشوف الليست اوف دروينج مثلا رحت الليست اوف دروينج هنلاقيها برضه هي الاي اي الاي برضه زي ما هي الرقم ماشي ماشيين 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 البي 1 والاكس اهو ال او دي ليست اوف دروينج وده الفايل ال او دي ده بنعمل فيه اللوحات ترقيم اللوحات وبعد كده بنيجي في الشيت بقى في الفايل نفسه بنحطه في مكان ثاني هنوصل له دلوقتي هنحط الشيت بتاعه والدروينج نمبر والحاجات دي كلها. طيب كده احنا وصلنا الملفات اللي هي في الموديل اللي استعملناها. نيجي بقى طب لو انا عايز اعمل الشيت بقى اللي هو بيتقدم بيطبع ويتقدم للعميل اهو نفس المبدا همشي لغايه البيلدنج وبعد كده بقى هشيل الاكس بقى واستبدلها دلوقتي للديسيبلين بتاعي للديبارتمنت اللي انا شغال عليه ايه فور اكتش فور اكتف معماري دي اللوحه الرقميه. طب انا عايز اعمل بقى تعريف معين للاي دي هي كل قسم عايز له تعريف معين. طب ما تيجي نبص كده انا ايه انا هقعد اختلف بقى لا هنعمل نحدد حروف معينه لكل قسم ادي السي فور سيفل ال فور لاندسكيب اس فور ستراكشر اي فور اركتكت اي فور انتيريور بي فور بلامينج ميكانيكا الكتريكال تيليكومينيكيشن فاير بروتكشن اهو الاف اكس 3 دي برزنتيشن ودي دوكيومنت وفي زب كونتراكتور شوب دروم دراك شوب درونج دي تعتبر زي الشوب زي الشوب درونج بتيجي من المقاول لان طبعا انا كمكتب استشاري ما بعملش شوب درونج او قانون في مصر هنا او نظام في مصر او في الدول العربيه عامه اللي بيقول شوب درونج هو مين هو مقاول لان في بعض الدول بتلزم المكتب الاستشاري ان هو يطلع الشوب درونج نفسه هو بنفسه يطلع الشوب درونج يعني يعمل التصميم شوب درونج ويقدمها للمقاول هو اللي ينفذ دي في دول كده في دول عرفت قابلت الناس فيها هو ده نظامهم وخصوصا دول الاتحاد اللي دول روسيا اللي دول روسيا منفصله عن روسيا كازاخستان وكازاخستان الحاجات ديت هي بتقدم الاستشاري نفسه هو بيقدم اللوحات كلها تمام. طيب هنا في نقطه صغيره قوي هتبان قوي معانا في اكس هنا 3 دي برزنتيشن فالفان عاملين في اكس هنا اكس ريف هتعمل كونفرت دلوقتي صح؟ لا هيكون فايل اوتوكاد لكن ال 3 دي برزنتيشن ده ما بيكونش بيكون مادة حاجه ثانيه فلما نلاقي نفس التسميه يعني كده هلاقينا بقول هتلاقي نفسك كده بتستعمل نفس التسميه لكل ملفات المشروع اذا كان دوكيمنت برزنتيشن اذا كان 3 دي ماكس او 3 دي 3 دي ماكس او ريفيت او ايا كان المشروع اللي بتشتغل ايا كان البرنامج اللي بتشتغل عليه فانت بتسمي الفايل نفس الاسم بنفس التفاصيل كلها بنفس الكودز كلها عشان ايه؟ اهو نفس الكود لكن لما الاقي اكس ملف ده اكس ريف لكن لما الاقي اكس في ملف ثاني هو بيدخل في القسم بتاعه اذا كان 3 دي برزنتيشن اذا كان ريفيت اذا كان 3 دي ماكس وات ايفر بقى ده البرنامج اللي شغالين بيه. تمام كده في الو ايوه شو بسمع حضرتك سامعني ايوه سامعك سامعني في استفسارات لغايه هنا يا جماعه في احد عنده سؤال لا الحمد لله مفيش اسئله غير لحد كده تمام. طب الحمد لله يعني انا يعني حاجتين يا اما الحاجات على فكره احنا ممكن على فكره احنا شغالين يا جماعه في واحد عنده بعض المعلومات دي
او هي موجوده عنده، في ناس منها اللي موجود عنده بس متنطوره او متسلسله كويس، لكن في ناس عندنا انا مش بجيب حاجه علم موجود لسه كبير قوي موجود، لا هي الحاجات دي ممكن تكون موجوده حد قابلنا في مكتب قبل كده هو عارفها، بس عايزين انا بقى دوري لازم يكون مؤثر في المكان اللي انا فيه، اخش المكان ما لقيتش سيستم معمول كده انا احط سيستم، ده هيريحني ويريح الناس اللي حواليا. طبخين يا جماعه ليه الحاجات دي كلها بترفع مستوايا، بتقلل الشغل عليا انا وبتقلل الشغل على ناس تانيين، فممكن حاجات من دي تكون موجوده. طبعا في زيتونه جايه ما تقلقوش هتبقى الحاجات اللي هي مش موجوده. طيب الجزء اللي جاي بعد كده اللاير ستاندرزيشن في النيم والنمبر والحاجات دي كده نخش بقى على طول كده. حد كده يا جماعه موافقين؟ طيب ممكن بس ندي جزء كل واحد يعمل التري دي عنده كفولدرات. هو طبعا كل واحد فينا عارف شغل سيستم الشركه بتاعته بتاع الشركه اللي انا فيها، لا انت حاول تعمل ستاندرزيشن ليك انت بقى للشركه. فهندي بس 5 دقائق كل واحد يحاول يحط سيستم هيكله لغايه البروجكت نيم يعملها ويظبطها، وخمس دقائق بس وبعدين نرجع تاني نكمل. تمام؟ عمل حاجه؟ حد وقف قدامه حاجه في جزء معين في الجزء اللي فات ده؟ معايا يا جماعه؟ ايوه شلون حضرتك؟ طيب كله حاضر نكمل؟ اه معاك. طيب في حد وقف قدامه حاجه في الجزء اللي فات ده او مش راكبه معاه حاجه معينه؟ تمام اسكت تعالى انت راضي يعني ونقول ولا ايه؟ يا استاذ عمرو نكمل؟ أو شو أنت سمح حضرتك؟ ده بقى من ده جزء بقى الاول جزء محسوس جوه الاوتوكاد نشتغل عليه. تمام؟ عايزين نشوف الاول يعني ايه لير. تفتكروا زمان كده كان في موسوعه بتاعت الاطفال باسم الانسان هتفتح كلها كلها ورق بلاستيك شفاف كده، فايه الموسوعه مقفوله تفتح تلاقي طبقه بتاعت الجهاز الهضمي، طبقه بتاعت الجهاز التنفسي، الجهاز البولي وهكذا، كل جهاز فيه ورقه. لكن لو جمعتهم كلهم فوق بعض هيبان هيبان جسم الانسان كله. الليرز نفس المبدا. هي بنحاول نفصص الموضوع بتاع المبنى نفسه عشان لما يجي نقراه بعد كده نبقى فاهمين اللي بعد جاي يقرا الموضوع فيعرف يبقى سهل. يعني مثلا انا عندي في مول مثلا، فالمبنى المبنى مثلا الدور بتاعي ارتفاعه 5 متر او 6 متر، طبعا المولز بتبقى ارتفاعات عاليه شويه عشان فيها سيرفيسز بتبقى فوق السقف كتير. والمكان ومناحي معماريه ثانيه ان المكان عشان كبير فلازم يبقى فيه الهايت بتاعه عالي عامه في الطرق مثلا بره والكوريدورز والحاجات دي. طيب اللهم صل على النبي. هنقول مثلا في حيطان واصله للفول هايت لغايه السقف، وفي حيطان اب تو بارتيشن اب تو سيلينج بس، يبقى دي بارتيشنز. هتفرق في ايه؟ انا كمعماري مش فارقه معايا في حاجه، لان المعماري بيعمل ايه؟ بيقسم التقسيمات من جوه، هو المعماري بيقسم للافراد. تمام؟ بعد كده ما يجي فوق بقى يبتدي يقسم الحيطان اذا كان في لو بارتيشن او هاي بارتيشن، هاي بارتيشن اللي وصل للسقف قافله تمام؟
او لو بارتيشن من طبقات السيلينج بس. هتفرق فين؟ دسم في الانجينيرنج الناحيه الثانيه في الخدمات. لما يجي بتاع التكييف مهندسين التكييف مثلا لما يجوا يصمموا هتفرق معاه، لان هو يبقى عارف ان الهواء متحرك هنا فوق، هو يا اما بيطلب بيحب يعمل زونينج للمكان عشان يقسم التكييف مثلا، فبيطلب من المعمار ان في الحيطان تكمل، فده هيعرف ازاي الحيطان مكمله او لا. فيبقى انا لازم من الاول لما اجي برسم حيطان فول هايت وفي اب تو سيلينج، فبكون احط كل واحده في اللاير بتاعها. فكده يبقى الاقسام الثانيه لما يجي يشتغل، لما يلمس الاوبجكت كده بالماوس يعرف اللاير بتاعه فين، هيعرف هو كده اشتغل الحيطه دي فين. تمام كده يا جماعه؟ طيب عايزين مثلا نختبر مثلا ان المعماري بيشتغل في حوالي فوق 200 لاير، هنقول احنا بنحاول نكبر المشروع شويه السكيل بتاعها عشان نشوف 200 لاير. هنجيب تقسيم ال 200 لاير اسامي ازاي؟ في معهد امريكي، الامريكان في الحته دي بصراحه متقدمين شويه، ان هم ايه؟ بيعمل تحليل لكل حاجه، وبيروح عامل ستاندرد لكل حاجه، وبيروح عامل بيقسم. دي بصراحه ميزه فيهم. ففي معهد اسمه الناشونال كاد ستاندرد، اسمه امريكان انستيتيوت فور اركتكت، بيعمل ناشونال كاد ستاندرد فور اركتشر انجينيرنج اند كونستراكشن. تمام يا جماعه؟ ده الفيرجن 3.1. هو بيقول لك ايه؟ احنا عايزين ده الجزء بتاع اللايرز بس هنتكلم فيه، هنجيبه دلوقتي. قال لك احنا عايزين نعمل سيستم لللايرز، تسميات اللايرز، بحيث ان هي تبقى مستعمله في كل الناس ما تتلخبطش فيها. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه الوان اللايرز اللي هنشتغل عليها. طبعا احنا عارفين ان في تسميه لللاير وفي لون لي عشان يبقى متعرف لكل لايرز متعرفه. طيب التسميه خلصنا منها. طب الالوان عندنا 255 لون، يحط اللون اللي هو عايزه. نيجي بقى في الطباعه. في ناس بيشتغل برنت بار تايب، اللي هي لما نيجي نقول له برنت هنا يس نطبع، نقول له افتح اعمل حاجه هنا، فيقول لي ايه؟ هقف على اللير هنا، ده اللير ايه؟ كلر نمبر 1. طبعا احنا مش شايفين اللير دلوقتي، احنا واقفين باللون. فاي لير لونه احمر هيطبعه، اقول له اي لون عندك احمر اطبعه بوينت 1، واي لون اصفر اللي هو الرقم 2 اطبعه بوينت 1.5، واي 7 اطبعه بوينت 5. تمام كده؟ لما اجي اطبع يبقى اي لون متحكمين فيه كده كده دخلوا في بعض. يبقى كده انا مضطر اعمل سي تي بي لكل قسم لوحده، صح؟ يبقى كده مهلكه. طب انا عايز اوحد. قال لك ده في حاجه ثانيه اسمها، نرجع كده للاوتوكاد تاني. فين اللايرز؟ هات اللايرز، هات اللايرز زي احنا طبعا عملنا ده اون واوف. طبعا احنا تحب نخش في دي وفي البوكس ده معروف ايه الفريز واللون اوف والحاجات دي كلها، تاني معروف. طيب هنيجي نخش على الكلر هنا، هو ده بنشتغل عليه. فلما يجي نطبع فبيطبع باللون. طيب اللاين، طيب تمام. اللاين ويت بقى، قالوا لك احنا عملوا نظام جديد، نظام اللاين ويت ده ان احنا نطبع باللاين ويت. يعني ايه لاين ويت؟ يعني هنا بغير سماكه اللير ده، فانا كده بطبع اللير ايا كان لونه مش تفرق معايا، المهم اللير نفسه هيتبع بايه. فانا ممكن اقول له اللير ده ب 1.3، اقول له اوكي. طب ما تدينا مثال كده حاجه كبيره شويه. طب ما ندخل، هديكم المثال بس ندخل في النيمنج، هوريكم لف ظريف لطيف كده حلو. طب نخش نرجع بقى للناس دول بيقولوا ايه؟ عايزين نصنفه ازاي؟ قال لك هنصنف اهو. هنا ابتدى في التسميه، هو ده اسم اللير. كل ده هنعمل بيه كده؟ كل ده هنعمل بيه كده، ينفعنا. هنا 2 ديجيتس، خانتين هنا اي او اي اي هنا، وبعدين 4-4-4-. ان بقى اللي هي سيريال نمبر. في عندنا ده الديسيبلين بتاعنا، القسم بتاعنا هو ايه؟ الاقسام اللي احنا قايلينها من شويه اللي هي دي سي سيفل ال لاندسكيب وهكذا. الاقسام دي كلها، يبقى كده قدرنا اول شيء نفصص
اللايرز او نفصلها ما بين الاقسام باول حرف فيها هو ده اللي انا مستعمله. تمام كده يا جماعه؟ فممكن نستعمل واحد او اثنين، ممكن نحط ايه بس. الاي اي دهوت بتبقى بتخش في اقسام ثانيه مثلا الديمولج مثلا او الاكزيستنج، بتبقى حاجات زي كده بتستعمل. نخش بقى في الميجر جروب. تمام؟ السيجنتر بتاعنا اللي هو ايه؟ الوولز. احنا بنتكلم في الحيطان دلوقتي. الحيطان فيها دخلنا في الميجر جروب دلوقتي اللي هي ايه؟ الفول. اذا كان في فول او نسميها ايه؟ بارتيشن. تمام؟ وده الدايمنشن بتاعه، دي خطوط الدايمنشن بتاعت الوولز ده. الموضوع برضو لسه، انا حاسس الموضوع لسه غريب شويه. تيجي نخش التفصيل اكتر. اهي التفصيله الثانيه اللي هو لما يكون في حرف واحد اللي هو الاي اركتكت. اي اس فور سايت. ماشي يا جماعه؟ اي دي فور ديمولشت. اي ال اي اي سوري واي اليمنتس. انتيريور اي اي انتيريور. وهكذا، هذه الاقسام بتاعتنا. طيب هنا فضلنا نفصصنا اهو، ابتدينا نعمل مرحله مرحله نمشي فيها. طب خش بقى على التيل بقى مره واحده، تلاش تلرز كده نتكلم فيه. ماشي حاضر. ناس فصصوا لنا، جابوا لنا لايرز. هات فين بتاعتكم؟ اهي الاقسام اهي بتاعتنا بقى. خشينا في الفي ده قسم منه. اهو يا جماعه سي فور سيفل، اهو ابتدينا عامل سي، وبعدين في مربع هنا يعني ما انا تحطه او ما تحطوش فبسيبه فاضي. تمام؟ اي اف ال دي ده الجروب الميجر جروب المينر جروب، وبعدين الميجر وبعدين المينر اللي هو جي ار في دي. هنخش بقى ايه؟ اير فيلد جرافل سيرفيس. دخلنا في اللير اللي بعده اير فيلد بيرفمنت ماركينج وهكذا. تمام يا جماعه كده؟ يبقى كده قعد ده الناشونال جاد ستاندرد راح جايب لنا اللايرز وجاب لنا جزء كبير فيها وراح عاملها لنا. طب هي دي قانون تنزل عندنا نستعملها؟ يعني الول مثلا الول كات اهي، الول كنترول مثلا ممكن نسميها وول كات سي يو تي. طيب هنيجي بقى يا جماعه نبتدي نعمل اللايرز بتاعتنا احنا، نبتدي نصنفها. انا عايز احطها هنا بس عشان نبقى باينه وبعدين نعملها في الاوتوكاد. هنعملها ايه؟ داش الولز. تمام؟ في فول. تمام؟ ممكن بقى ناخد الايه داش وول داش كات اللي هي قصيره. تمام؟ في برضو الايه داش انو الانوتيشن بتاعتنا داش ده عندنا الانوتيشن ايه؟ في دايمنشن. تمام؟ وفي تكست يبقى ايه داش انو سوري داش في تكست وفي وهكذا. ف التسميات دي برده ممكن تبقى ايه؟ طب ممكن اقسم الدايمنشن نفسها، دايمنشن في دايمنشن ان دي اللي هي داخل المبنى، وايه انه انوتيشن برده داش دايمنشن اوت دي اللي بتبقى خارج المبنى. طبعا لما بنعمل اسم مبنى بنحط دايمنشن بره ودايمنشن جوه، وانا عايز افصلهم هفصلهم، مش عايز افصلهم هخليهم دايمنشنز بس. تكست نفس المبدا. تمام يا جماعه؟ طيب عايزين فايل حاجه كده، حاجه محترمه كده نفتحها. في؟ في طبعا. تعال نشوف الملف ده. راح فين؟ ايوه هنا. ناشونال كاد ستاندرد اهو في اليو اس اي امريكا عامله اللايرز تمبلت. عامله ليها تمبلتس ليها. نفتحه نبص عليه كده يا جماعه. سبيسيفاي اجنور. شايفين يا جماعه؟ طيب ادي المعماري. راح نبتدي انه انوتيشن اهو المعماري انوتيشن دايمنشنز بتاعته حطها في لير. الكيب لان نبلوكوا شويه يا جماعه عشان تشوفوا اهو في annotation dimensions. اللي بعده annotation key. يعني ايه key؟ بنبص هنا نشوف ايه الاولانيه اللي هي الايه الدايمنشنز الويتنس والاكستنشنز لاينز دايمنشنز. تمام؟ طب الكين اللي هي الكي ان
بقول ان هي ريفرنس كي نوتس ويز اسوسيشن فوت الصفحه اهي. تمام كده يا جماعه، يبقى التثبيت ده موجود فينا حتى في الـ في الـ في الـ في اللايرز عايز اقول عليها اللي هو الفلتر، ودي بتساعدك في عمليه فرز الفلترات اللي هي دي. نستعمل بس ال هنكسر ناخد لير عشان الملف بس فيه لايرز كتيره، وهو اللي ايه اللي عامل في الحكايه دي. طيب هنيجي ناخد ونفتح هنا فلتر جديد. انا عايز اظهر الملفات المعماري بس، فاقول له مثلا انا عايز الايه الارك لايرز، عايز الارك بس، فهاجي اكتب هنا هلغي بس بقى الحاجات دي عشان في هنا ممكن اعمل فلتريشن ليها بالستاتس بالنيم بالاون اوف لوك كلر لاين تاب، ممكن حاجات عامه احنا بنستعمل في الايه في النيم. فهنا في استريكس انا عايز كل حاجه بدايه هاخد الاستريكس ورا، اقول له اي لير في اي داش فلتره لوحده واقول له اوكي. فلما بدوس على الاول بص هنا بيجيب لي كام لير 2000 وشويه. لما نخش على الارش بس كده جاب اللايرز اللي بس فيها في المعماري بس. بص هنلاقيهم كام لير تحت 89. طب تيجي نعمل واحد تاني عايزين لايرز الانوتيشن بس، اللي هي الانو الانوتيشن دي اي ديسبلين تانيه، ففي ديسبلينز تانيه فهحط الاستريكس وبعدين اكتب كلمه انو في استريكس بعديها قبليها وبعديها، فكده جاب لي كل اللايرز اللي فيها انوتيشن هيظهر لي لوحدها هنا. هنا المعماري البي ماشي السي سيفل اي الكتريك كل الديسبلينز اللي فيها انه راح اجيبها بس. بسيطه يا جماعه الحكايه دي سهله. طيب هنيجي بقى نبص هنخلي بس لوحات اللايرز المعماري بس عشان نشتغل عليها تبقى اسهل شويه في الشغل بتاعنا عشان الجزء يبقى خفيف بس شويه. شايفين هنا يا جماعه اللايرز عامل ايه؟ اللاين ويد دي اللي هي نيجي اول واحد خالص الدايمنشن انو دايمنشن 0.25 الكي نوت برضه 0.25 الماسك اللوحه دوت اللير ده اللي هو ايه؟ تكست شير او ماسك فور يوز ويز فوتو باك جراوند ماشي. النوت عاملها 0.35 تمام كده يا جماعه؟ طيب انا عملتها كده. هنا لما نيجي نشوف ممكن نلاقي لما نعمل سورت باي كلر هنلاقي فيه كام لير هنا لونه واحد الدولا دول كلهم متحددين لونهم كلر بتاعهم كام؟ 8. طب نيجي نشوف بالبرنت بتاعهم هتزوم هنا الاثنين كلهم سنك واحد. بس انا ممكن اغير هنا او ممكن اغير هنا مثلا لو كنت اغير دي بحاجه هتلاقيها جت معانا. طب ممكن اغيره ادي خليه كده. دي الحاجات اللي لونها ابيض يبقى كده وصلنا ان ممكن يبقى اللون موحد ولكن الطباعه سماكه الخط مختلفه اهو ده 5 ده 0.35 ده 0.25 تمام كده يا جماعه. فاحنا كده ممكن نختلف في اللون ولكن لما يجي نطبع سوري هنوحد في اللون لكن لما يجي نطبع هنطبع سماكات مختلفه. هنا برضو اللون الاخضر اهو 0.35 0.25 0.35 بص مختلفين ازاي؟ ده الستاندرد اللي جاي معانا كده. طيب الحاجات دي كلها بقى انا هفهم ايه هنا؟ في روف هنا جليز اي بي ان ايدنتيفيكيشن اهو كل فيلير من دول يبقى يفضل انا حاطط له بقى في النهايه خالص الديسكربشن بتاعه. ديسكربشن ليه؟ ويندو نمبر اند سيمبل. يبقى السيمبل بتاع الويندو نمبر اللي هي الدائره او الشكل السداسي اللي بيعملوه للويندو نحطه في اللاير ده ونحط الرقم عليه.
ليه؟ عشان لو حابب اقفله او حابب اعرف اذا كان ده ويندو او دور بيظهر الحاجات دي. طبعا احنا بنتكلم في العام، ممكن بقى انت عايز حاجه ثانيه ممكن تحط الويندو والدور في لير واحد اسمه انوتيشن ايدنتيفاي، مش جليس بقى ولا اسمه انو ايدنتيفاي، تحط فيه الدور والويندو والحاجات دي كلها حسب المشروع بتاعك وحسب حجمه وحسب الناس اللي بتشتغل ايه انت عايز، وبتحاول ترفع المستوى شويه وهكذا في الحاجات دي كلها. حد كده تمام يا جماعه؟ دي حته هي سهله بس يعني ملخبطه شويه. السيستم عامه كله كده، انك تعمل سيستم هو تحس ان هو طويل او مبهوأ كده شويه، واسع شويه، ولكن هو سهل انك تعمله بس ياخد وقت طول شويه. عشان يعني مثلا الليرز دي عشان تحددها بالحاجات دي هتروح كل قسم وتتعامل معاه وتقول له الليرز بتاعتك ايه وعايز تعملها ايه. خدتها خلاص دي تحط لها الالوان بتاعتها والسمكات بتاعتها وتعمل برنت اوت تيست وتديه له وتراجعه مع بعض وهكذا كل قسم. بعد كده اللي ندخل فيه بعد كده في الليرز وفي التكست والهايت والحاجات دي كلها هنلاقي لسه السيستم ثانيه شغالين عليها. كده يا جماعه القسم بتاع الجزء بتاع الليرز بسيط او اتفهم ولا في اي معلومات، في اي حاجه فيه مش واضحه؟ لو في اي سؤال يا جماعه ممكن تعمل ريز هاند او تبعت في الشات. هو الملف بيشتغل بيه جميع الاقسام يا باشمهندس؟ ده سؤال. طب سؤال كويس ده. هو ايه الملف اللي بيشتغل فيه الاقسام؟ انا كل قسم بيبقى ليه ريز بتاعته. هو بيشتغل بيها لوحده. انا حاطط هنا الناشونال كاد ستاندرد عامل ملف فيه كل ديسيبلينز. انا بوصل لمرحله معاهم، يعني بص حضرتك هنا بقى كده انا وصلت، احنا هنوصل على فكره المرحله دي. ده في جزء من الكورس ازاي اعمل منيو زي كده وازاي اعملها وهكذا. انا عندي هنا الاقسام بتاعتي عامل زرار بيعمل انسيرت انوتيشن بلوكس. انا طبعا بقسم البلوكس في انوتيشن وفي المعماري بارتيشن بلوكس اهي وفي اللايرز. فانا بقول له نزل اللايرز بس المعماري بس. فمثلا لو فتحنا لوحه جديده عايز بقى ايه عشان بس ما يخزنيش الجهاز اهو، قلنا جديده لوحه جديده اهو ونقول له اوكي. اللايرز عندنا اهي فاضي. نخش مثلا على دي شركه كانت عامله سيستم دلوقتي اسمها الكشاف، دي شركه بوتيه في القاهره هنا، فدي معلومات السيستم بتاعها. فنقول له مثلا نزل المعماري. اه بصوا يا جماعه بقى اللايرز عامله ازاي، ما نزلناش مع الناس يا اطفال. شايفين يا جماعه نزل كام لاير؟ 148 لاير. انا عايز مثلا واحد لو حب دلوقتي، في واحد عمل ريز دلوقتي، ممكن حضرتك تعمل ريز تاني بس عشان اشوفه. انتوا متخيلين يا جماعه لو حب واحد يعمل، لو انت شغال مثلا حبيت تعمل لاير جديد او تلات اربع لاير جداد هتاخد قد ايه وقت؟ تمام يا جماعه؟ طيب في هنا اتنين الحمد لله وصلنا اتنين سؤالين اهم. باشمهندس احمد قاسم ممكن حضرتك تفضل؟ انا بس معلش انا اسف، انا كان ليا سؤال عشان بعيد عن يعني مش بعيد قوي، بس انا كنت عايز اعرف الديوريشن بتاعت المحاضره دي قد ايه، والكورس كله هيبقى كام محاضره تقريبا؟ معلش انا اسف لو هو بعيد عن السياق اللي احنا بنتكلم فيه حاليا. طبعا احنا طيب انا بالنسبه لي ممكن اقعد الفجر ما يهمكش. بس احنا طبعا عشان كنتوا فاحنا ممكن مثلا هنقف لغايه اللايرز بس كده دلوقتي. احنا بس هنقف اللايرز ونشوفها هنقسمها ونكمل بس كلمتين صغيرين فيها دلوقتي. تمام. اللي هي السي تي بي وبعد كده نقف وبعد كده بكره ان شاء الله نبتدي نكمل. تمام؟ طب يعني هيبقى في سكادول مثلا للبقيه الكورس المحاضرات هيوصل لنا او هنوصل له بطريقه ما؟ انت عايز تقسيم كل محاضره؟ انا عايز اعرف بس كم محاضره في الكورس والمواعيد بتاعتهم، لان انا جالي بس انفيتيشن للمحاضره بتاعت النهارده، ما جاليش اي انفورميشن عن الكورس ككل، هيبقى كم محاضره ومواعيدها ايه والدوريشن بتاع كل محاضره قد ايه؟ لان طيب. هو الموضوع مهم جدا ويعني ومش صغير، الموضوع كبير، فعايزين نعرف برضه ايه كل حاجه عنه عشان نبقى مستعدين، واحد يظبط اموره او مواعيده على الكورس ده بحيث ان هو يستفيد على قد ما يقدر. طيب شكرا جدا. اتفضل يا فندم. هو مبدئيا هم ثلاث محاضرات.
هو على فكره يا جماعه الكورس ده احنا هو المفروض بيوصل محاضرات اكتر من كده بكتير، ولكن احنا قسمناه. احنا مبدئيا هنتكلم في الستاندرد بس دلوقتي، بعد كده هنخش في بعض في اللي هو اللي بيسموه الاوتوكاد ادفانس، ازاي يعني الانفيشن نفسه هو ايه، دي نخش بقى بشغل الاوتوكاد نفسه عامل ازاي. طبعا احنا هنحاول مش نتطرق هنا لازاي ازاي النوتيشن يعني ايه، والبلوك والديناميك بلوك والبرنت والسي تي في والحاجات دي كلها مش هنتطرق لها. احنا هنتطرق للنقطه العامه ازاي اعمل سيستم، فده حوالي ثلاث محاضرات. تمام، في بعد كده بقى اللي هو بيسموه اوتوكاد ادفانس، اللي هو ازاي نتعامل مع اوبجكتس تعامل ضخم شويه. في مجموعه محاضرات ثانيه بعد كده بقى الليسب، ازاي الليسب كودنج بقى، ده كورس كودنج بتاع الليسب نفسه، ازاي تعمل ليسب طبعا بصوره مبسطه. هتقدر يعني ايه تفهم، يعني ايه تفهم ليسب، يعني ايه ليسب دوت، ازاي تدي بيه، ازاي اوصل له. طبعا هنوصل لمرحله اللي هي تقدر تعمل كود لنفسك بوحدك، تفكر في حاجه معينه تعملها. الموضوع مش كبير، احنا بس لو سهلنا الموضوع على نفسنا هنلاقي الحكايه سهله. يعني نتكلم حاجه صغيره او زي كده، الاركتكشر اهو بقول له انسرت اركتكشر لاير، ده زرار، ده عامله ليزب بكل بساطه. انا بقى ممكن اعمل الانسرت ده اهو، بامر انسرت، بامر انسرت العادي. هنعمل امر انسرت العادي ازاي؟ انسرت تمام، بعدين افتح اقول له براوز، براوز معانا براوز، افتح على الحته الفلانيه، ادي السي، ادي الكشاف اهو، كشاف ستاندرد اوتوكاد سبورت بلوكس، بقسمهم هنا، ادي المعماري اهو، ادي البلوكس وادي اللايرز. فاقول له انسرت للباث ده كله الفايل ده بطريقه برمجيه بسيطه جدا، هتلاقي الحكايه سهله. هي يا جماعه الفكره فين؟ الفكره انا بعمل ستاندرد ان انا اسهل على اليوزر الشغل بتاعه، دي نقطه. النقطه الثانيه بحاول اخلي الشغل اوتوميتنج على الاخر، بعمل عمليه اوتوميشن للشغل، مش عايز حد يفكر، مش عايز حد يفكر في شغل، لا انا عايز انا عايز اخليك تصل من ان انت تفكر ازاي تعمل حاجه في الاوتوكاد، ان انت تفكر في شغلك انت. حضرتك معماري، فكر في الشغل المعماري. انا ما بعمل سيستم في الحاجات ديت، انا انت كده خلاص ريحت نفسك ان انت مش هتعمل، مش الكريت لاير ده بالنسبه لك بقى صعب. في ناس بتعمل ايه؟ هو معاه الفايل بتاعه الستاندرد بتاعه هو وشغال بيه وماشي بيه من كل شركه لشركه، رايح معاه واخد السيستم، واخد في لوحه بتاعته فيها البلوكات، فيها اللايرز، فيها الروتيشنز، فيها الليدر، فيها الحاجات دي كلها. وفايل تاني فيه الديتيلز بتاعته واخدها معاه، يدخل اي شركه يروح حاططهم عنده في على الجهاز، ويبتدي يسحب الفايل ده ويرزعه في اللوحه بتاعته واللايرز بتاعته يشتغل بيها وكل حاجه. كده مفيش هويه للمكتب، كده مبقاش فيه هويه من المكتب. في لايرز واحد يسمي ايه لايرز، مثلا يقول لك ايه 00 دورز. وفي واحد انا شفت مكتب مره واحد الديسكريبشن كاتبه في الفايل نيم، في اللاير نيم، واحد بيقول لك عامل ايه مثلا كذا، اسم الشركه مثلا اس، حط اسم الشركه في الاول، داش وولز اب تو سلاب اب تو سيلينج وولز فول هايت. انا شايف ديسكريبشن في اللوحه، وكده انا هقعد بقى اقعد اقرا، ده مكان ديسكريبشن مش مكان اللاير نيم. دي حاجه. حاجه ثانيه الالوان، كل واحد بيشتغل بلون معين وحاجات زي كده. هي دي الفكره يا جماعه البسيطه، ان ازاي اخلي الموظف اللي عندي يفكر في مجاله هو، مش في الاوتوكاد نفسه يشتغل ازاي. احنا شفنا اللايرز هنا اللي انا دوستها، دوسنا زرار راح ينزل لايرز، كام لاير؟ 150 لاير تقريبا. انت عشان تنزلهم انت او تكريتهم من الاول تاخد وقت قد ايه؟ لو كل واحد تخيل مثلا عشان يعمل ال 150 يعمل 20 لاير بس، مش هياخد اقل من ساعه، صح كده يا جماعه؟ فهي دي الفكره بتاعتنا. احنا نرجع تاني للسؤال، هي حوالي ساعه ونص، فاضل دقايق وهنقفل النهارده. في هي المفروض ثلاثه، لو طولت منها تبقى خمسه، بس ان شاء الله هنقفلها على ثلاثه. هتبقى المحاضره الرابعه اللي هي في اسئله، او الثالثه لو وصلنا، لو قدرنا نوصل للمحاضره دي هنخلي الاسئله بحيث ان الناس تتكلم براحتها. ازاي اعمل روم؟ على فكره انتوا دي هتسهل عليك انت، في واحد بيعملها لنفسه. لو انا في اوقات في بعض، انا في مثلا بخش بتعين في شركه، انا موظف برضه في شركه، ان بجانب اعمل ستاندرد، فانا بكون في شركه اقول لهم يا جماعه الستاندرد والشغل وبتاع. انا في شركه قعدت فيها خمس سنين، منهم سنه بقنع فيهم ازاي يعملوا سيستم بالطريقه دي، لغايه لما وصلتهم لمرحله ان هم بقوا
اوتوميتنج الحاجه تخلص بسرعه لما المدير شاف المنظر ده قال لا خلاص يا حسن نزلها سيستم على الناس كلها. يا جماعه في شركه ما نفعتش فانت بتعملها ليك انت، اديك انت جمعت حاجتك بنفسك وازاي هتحطها وازاي 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 وجمعت يعني مثلا الاوامر بتاعت الاوتوكاد بتاعت التكست مثلا زي عندي ثلاثه الاين اهم في الاين تكست الاين فيرتيكال والاين هوريزونتال. دي الاثبات على فكره يعني ده مش بتاعي فانا بس انا ايته وحطيته فانا خدته عندي بس بستعمله هنا بدل ما اروح بقى ايه هروح وراح اجيبه منين واحمله والحاجات دي كلها. وصلت الفكره يا جماعه؟ فبالتالي الكلام دلوقتي نحس ان هو ايه جامد شويه لان هو لسه في حاجات بره الاوتوكاد شويه، احنا متعودين ان احنا نشتغل في الاوتوكاد بس. لكن دي حاجات بره الاوتوكاد. الحاجات اللي بره الاوتوكاد لو انت استعملتها زي الفايل نيمنج مثلا انت كده انت وفرت على الشركه كلها شغل رهيب. مثلا ما تكون في شركه كلها اسمها جراوند فلور بلان. فانهي مشروع بالظبط؟ يعني تريد فايل بتاع انهي مشروع؟ واحنا نقعد ندور ازاي ما ينفعش. تمام يا جماعه؟ فهي دي الفكره بتاعتنا ببساطه. يعني في حد محتاج سؤال ثاني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس حسن ربنا يجازيك خير وربنا يجازيكم خير جميعا. حياك الله. انا بس كان عندي سؤال بخصوص مثلا ممكن تبقى عندي لوحه كاد انا حملت فيها دلوقتي 120 لير مثلا او 50 تكست ستايل او 50 دايمنشن ستايل او 100 بلوك كل الحاجات ديت انا لسه ما استعملتهاش. تمام. كل ده مش ممكن يعمل لي مشكله في الدروينج اللي انا شغال بيها خصوصا ان اصلا يعني انا بشتغل وبيبقى الكونسبت عندي ان انا اول لما اخلص اعمل برجع عشان ما يبقاش في ايرور في الدروينج ما يبقاش في مشاكل ما يبقاش في حجمه كبير او يسبب لي مشكله يعني الحاجات دي كلها ان انا تكون عندي عدد كميه الداتا اللي موجوده جوه الفايل دي وان انا لسه ما استخدمتهاش او اللي هي مش مستخدمه بالنسبه لي في الوقت الحالي بس هستعملها في المستقبل ده مش ممكن يسبب مشكله؟ شكرا. بس حضرتك سؤال تاني لو نزلت مثلا انت عايز تستعمل مثلا انت شغال حضرتك قسم اشتغل في قسم حضرتك استراكشر يعني انت ترسم مثلا السلابات في لايرز والفاونديشن في لايرز في مجموعه لايرز للفاونديشن تمام في موقع تمام وفي مجموعه لايرز ثانيه للسلابس انا منزل هنا لايرز كلها تتنمر صح كده؟ اولا كتر اللايرز والحاجات دي مش هتفرق معاك في حاجه في حجم الفايل التاثير القوي اللي انت بتقول عليه. دي نقطه. النقطه الثانيه هنيجي مثلا ايه هناخد اللايرز كلها. دي اللايرز على فكره يا جماعه في بعض الحاجات بستعملها للاثبات فلو حد احتاج من لبس معين يقول له انا هبعته له. ماشي يا احمد. شكرا يا باشمهندس. دي مثلا مجموعه اللايرز في اللوحه ده لسه عامله ايه اسمه ال ال دي تمام ده بيرسم خط كل لاير عامل زوم كده على لاير معين تمام هتلاقي هنا اسم اللاير وبعدين في نقطتين في بعض والديسكربشن بتاعه وبعدين في خط تحت هنا سامبل في اللاير نفسه فاحنا لو مشينا كده هنلاقي ايه الهيدن هيدن بان انه هيدن والسنتر لاين بان سنتر لاين وحاجات فانت تبقى شايف الحاجات دي كلها اساسيه موجوده معاك. احنا نزلنا الليرز كلها دلوقتي لو جينا نعمل برج هيعمل برج؟ مش ليرز هي ما عملناش برج تمام كده؟ طيب لو مسحنا نصهم المفروض انه مش هيعمل برج لان انت دلوقتي مستخدمها كلها. طيب هنمسح جزء منهم اهو انا كده اشتغل انا محتاج ليرز محتاج ثلاث اربع لير رحت منزل ليرز كلها ورحت عامل لها ايه؟ رحت عامل مسحت انا مسحت استعملت الشغل بس ومسحت الباقي اهو وعامل برج هنلاقي ليرز البرج شير صح؟ يبقى كده مجموعه الليرز قلت بقت 40 لير تقريبا صح؟ هاجي بكل بساطه محتاجهم تاني اروح منزل الاركتكت تاني هقول له انسيرت ليرز تاني راح منزلهم لي كلهم تيجي نبص عليهم كم واحد تاني او كام؟ طبعا في مستوى اعلى من كده بقوا 150 لير تاني تقريبا تمام تمام بس انا ما كانش قصدي ان انا اعملها ريلود تاني ان انا ادخلها تاني للدرون انا قصدي ان انا
الفايل اللي انا هبتدي بيه اصلا، ايه اللي يخليني احمل فيه 150 لاير، ايه اللي يخليني احمل فيه 10 ستايلات للدايمنشن او التكست كستارت، يعني انت فاهم قصدي، انا لسه ببتدي بالدروين. حلو. انت اولا انت في هنا في مثلا اللايرز انا عاملها اللي كده ليه؟ لان المكان اللي انا بديله الشغل دلوقتي بعمله سيستم دلوقتي، ومعظم اللي حابب يجيله جاهزه، يجيله من اقسام كده جاهزه، هم بيشتغلوا زي السب كونتراكت زي السب كونسلتنت. تمام، بتجيله بتجيله اللوحات من مكان تاني مرسومه جاهزه. ما احنا كده هنا الفلكسبيليتي بتاع الستاندرد اللي انا بتحكم فيه. الشركه دي ما بتعملش من الاول فروم سكراتش، ما بتديش هي كل شغلها، ومعظم شغلها بيجي انه بيجي لها شغل من بره، فبتحول تعمل عمليه لير كونفرجن، بس بتعمل ليرز من كذا لكذا، فمحتاج الناس الليرز كلها الاول عشان يبتدي يحول براحته. تمام. طب في شركه تانية محتاجه حاجه تانية، في شركه اسمها تانية، في شركه فيها الليرز بتنزل اللير، بنزل لير بالاسم، يعني في لير معينه عايزها بنزلها. تمام، ده اللي انا كان قصدي عليه. دي طريقة يعني الكيس اللي حضرتك موريها لنا دلوقتي ديت، دي بتبقى سبيشال في مجموعه شركات معينه او في سكيل شغل معين. نعم، انما مش شرط ان ده يكون الستاندر عند كل الناس البيز اللي تبتدي بيه. هو انا السيستم في شركه ثانيه كنت عامل فيها نفس المبدا، بينزل لك باللير بالاسم. بينزل ايه معلش؟ اللير بالاسم، يعني هو بيجيب لك اسامي اللايرز كلها، تروح دايس على اللاير اللي انت عايز تنزله وينزله لك في اللوحه. انا هحمله بس المره الجايه وهوريه لكم، واللي عايزه هبعته له يعني. تمام. فده بتنزل لير باسم. شكرا لوقت حضرتك، ومش هطول اكتر من كده بقى. لا اتفضل اتفضل براحتك. شكرا يا اخوان. فده طبعا ده الفلكسبيليتي اللي في الستاندرد. انا بشوف الشركه شغاله ازاي وبعمل لها السيستم بتاعها. فالشركه كشاف دهيت ان هي بيجي لها يا سب كونسلتنت، بيجي لها الرسمه جاهزه، فبيحاول يعمل عمليه تحويل للايرز بس، اوبجكت من لاير للاير تبقى بتاعته، عشان لما يجي يطبع ويجي يشتغل الحاجات بعد كده تبقى سهله، ما يقعدش يعمل سيستم لكل حاجه. حلو كده، كويس. طيب في شركات تانية بتحتاج مثلا لاير او اثنين او خمسه او مجموعه بتاعت الانوتيشن بس، دي المره الجايه هحطها لكم واجيبها لكم، مش عارف موجوده ولا لا. لا شفتها من على الجهاز. هو بينزل بيسمع السيستم اللي بتاعه. طيب هنشوف بقى دي يا جماعه ملف. طبعا شفنا لوحه الاوتوكاد، ده ملف اكسل بقى الاقسام اهي موجوده. ده بيبقى اسهل ان انا بتعامل مع القسم بطريقه بكده اسهل، لان التعديل فيه اسهل كده في الاول. دي في عمليه تحضير للسيستم. فلما بعد تعامل مع الاقسام بقول له مثلا انت دي اللايرز اللي موجوده عندي، فانت لو عايز تزود عليهم دي في الجنرال مثلا، وادي المعماري الاركتكتهم، فدي اللايرز اللي عنده بديها له. هو بيقعد طبعا، هو طبعا من انت بتتكلم مع رئيس قسم، فرئيس القسم يبقى خبرته موجوده، عارف ان هو اللاين ويد ده هيبقى كام وده هيبقى كام، فيبقى عارف الحاجات دي، فيا اما بيزود اللاير او بينقصها او بيغير الوان، بيغير لون معين او بيغير الحاجات دي كلها. تمام يا جماعه، هي دي ده اللايرز. دي اللايرز موجود. طبعا هرفع لكم الملف الاوتوكاد اللي هو فيه اللايرز كلها، اللي بيحب يقسمها طبعا بيقسمها، بس هو طبعا عشان يسهله على الناس فبيديك كل اللايرز، وبعد كده انت بتقسمها لو انت عاوز، او بتاخدها جايد ليك تشتغل عليها. وده بقى الاكسل شيت اللي هو فيه تقريبا نفس اللايرز، هي موجوده باسلوب تاني اللي هي الاكسل شيت كل قسم لوحده. تمام كده يا جماعه؟ بتهيألي كده معلومات، كمية معلومات هي مش كبيرة ولكن كويسة يعني، وأتمنى كده أكون وصلت لمرحلة فهمت الموضوع ده. إحنا كده نقف لغاية البيرز، دي نكمل بعد كده إن شاء الله. إحنا موضوعنا حوالي ساعة ونص كل مرة في ثلاث محاضرات. ممكن المحاضرة الأخيرة بقى تطول منها شوية عشان في اسئله مثلا، او ممكن نخش في المحاضره الرابعه في الموضوع. اللي هيطول معانا طبعا في حكايه الاوتوكاد شويه هو ازاي، اللي هياخد معانا طول شويه هو ازاي تعمل سيستم ليك انت، هو ده اللي هيبقى ايه، هيبقى صعب شويه، بس مش ما فيش حاجه صعبه يعني، هو طويل شويه. تمام كده يا جماعه؟ في اي سؤال لغايه المرحله كده؟
باشمهندس محمد عبد العزيز. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله خيرا يا باشمهندس، وجزا الله القائمين على الموضوع كل خير. انا ليا تعليق بس، هو احنا مش لازم لما نيجي نفتح ملف عايزين نشتغل عليه نحمل كل الليارات او كل البلوكات. نعم. وفي اصلا امر في الاوتوكاد اللي هو ديزاين سنتر، من خلاله بقدر اتحكم في كل لير انا عايزه او بلوك او دايمنشن وانزلها معايا، بحيث ان ما انزلش كل البلوكات اللي انا مش محتاجها او ليارات او دايمنشن. نعم. وهو اختصاره دي سي. انا يعني انا قلت بس اوضح للبشمهندس رساله قبل كده. نعم. بس جزاكم الله خير. طب لو حد تحب نتكلم في ديزاين سنتر ولا نخليه في مرحله ثانيه؟ خليه في مرحله ثانيه، محدش كله سكت. طب نخليه في مرحله اللي هي لما يجي نتكلم في الاوتوكاد، نتكلم على ديزاين سنتر هو ايه واللييرز ازاي توقعت البابليش والحاجات دي كلها، في حاجات متخصصه في الحاجات دي شويه. عايزين نتكلم على السيستم دلوقتي، لكن عامه هتلاقي ال ديزاين سنتر اسمه دي سي، ده بنستعمله اساسي في حكايه البلوكات. طبعا هنستعمله المره الجايه، وانا ورينا ازاي نعمل المره بتاعتها، يعني ازاي نستعمل البلوك وازاي نعمل. ماشي يا جماعه، في استفسار ثاني؟ لو في اي سؤال يا جماعه ممكن حد يعمل ريز هاند او يبعت السؤال بتاعه في الشات. أنا بصراحة أنا ما بلاش أسئلة كده، بصراحة بحس إن أنا شرح مبسط وسهل جدا، فالحمد لله مفيش أسئلة. أنا حاسس إن كده أنا عرفت أوصل المعلومة، فده الحمد لله. الحمد لله. طيب هي الفكرة الأساسية إن إحنا دلوقتي بنسمع بس، فهنيجي نطبق. فعلى المرة الجاية إن شاء الله الجمعة الجاية إذا حنا ربنا لما نيجي نطبق ونشوف الموضوع لو قلنا سهل او في مشاكل قابلتنا يا ريت نتكلم فيه. طيب في سؤال لحضرتك بيقول ايه المفروض، ان انا اعمل ستاندرد ولا هو في ستاندرد عالمي موحد؟ الستاندرد هو احنا قلنا في نقطه شويه ان هو مفيش حاجه اسمها ستاندرد موحد. هو في حضرتك عندك عربيه، ايه الفرق بين العربيه الكيا والعربيه المرسيدس؟ في الهيكل العام هي دي عربيه ودي عربيه، في شاسيه وفي اربع عجلات وفي بادي بيها وفي موتور، يبقى كده ايه الدركسيون، ادي كده عربيه. اي شكل بالمنظر ده هو ده عربيه. الفرق بين العربيه الكيا والعربيه المرسيدس الاوبشنز، الموتور ده اقوى من ده، هنا امكانيات اكتر، هنا في تكييف، هنا مفيش، هنا في شنطه كبيره، هنا مفيش شنطه كبيره، هنا هي دي الفكره. انا عندي ستاندرد، انا بديك الجايد لاين بتاعه. هو حد تعرف في الويكيبيديا بيقول لك ايه جايد لاين؟ هو انا بوريك ازاي تعمل ستاندرد، لكن كل مكان ليه الروح بتاعته وليه سيستم بتاعه اللي انا بكيف الستاندرد على اساسه. يعني مثلا في مكان انا كميه الشغل فيه كبيره، بياخد مشاريع حجم كبير، فانا بعمل فايل مخصوص للدايمنشن. فانا ممكن اقسم الدايمنشن، في دايمنشن ان ودايمنشن اوت، وفي مشروع ثاني ممكن اخلي دايمنشن بس، حسب حجم المشروع وحسب المكان وحسب السيستم بتاعه وحسب حجمه. لان احنا زي ما قلنا ان ممكن اوصل ستاندرد حاجه واو على الاخر، ممكن اعمل لك عربيه باث فايندر فور ويل ضخمه، ودي تخش بقى تمشي في الحواري هتبوظ منك. تمام، هي الفكره كده. الستاندرد بيتكيف حسب المكان بامكانياته بمتطلباته عشان اقدر اطلع بيه باحسن نتيجه ممكن. تمام استاذ، كده الاجابه واضحه؟ تمام تمام. في واحد رافع ايده اللي هو محمد الملاح. الملاح باشمهندس. باشمهندس، هو انا كنت بستخدم ليزبس بس قليله جدا، اللي هو المالتيبل اوفست وبايزيد، كنت عايز استخدمه بس بعت للي هو مكريت الليزب بس ما عملليش ريكوست. وكان في برضو كان لسه مشتري من كام يوم لزب، هو مش لزب، هو حاجه كده يعني بتعمل حاجه زي الاتش فاك والفاير فايتنج بطريقه اسهل، ان هو بيرسم الدكتس والحاجات ديت بسهوله. مش عارف حضرتك سمعت عن الموضوع ده ولا؟
هو كان اسمه باشمهندس سنة جب. ثروت اسمه ثروت؟ لا بس باشمهندس هشام وفدي. نعم ماشي. طب فهي طب. الفكرة ان انا ببقى عايز مثلا حاجات تسرع الشغل. هشام وفدي ولا عصام وفدي؟ لا اسمه هشام وفدي. تمام. نعم موسى ممكن. فهو هو مهندس ميكانيكا خريج عين شمس وكده. فانا كنت عايز يعني لو يبقى اسامي حاجه نشتغل بيها، ويا ريت لو يبقى في شرح بسيط ليها بحيث ان احنا نستخدمها وتوفر علينا وقت في الشغل وكده. مجموعه اثبات قصدك يعني؟ يعني لو مثلا مش لو الوقت مش هيسع مثلا الحاجه لشرح كتير لزبل، بس يعني حاجات تبقى سريعه شويه تسهل علينا الشغل، الحاجات اللي هي مثلا السهله المعروفه اللي هي اللي احنا ممكن ما نكونش بنسمع عنها، زي مثلا اللي هو الاوتو بار او السي تي والحاجات دي، اللي هي الحاجات اللي هي السهله دي. ما هي دي بقى يعني ماشي لما يجي اسمع. اولا انا في مجموعه اثبات هنا اللي عاوز منها حاجه معينه انا طبعا ممكن اداركه كلها، بس الفكره فين؟ الفكره لو اديت حاجات كتير مره واحده هتوه فيها او هتكسل. فانا هبعت لك الهيلب بتاع المجموعه الاثبات اللي عندي ديت، في مجموعه ثانيه طبعا، فانا هبعت لك الهيلب لو انت عايز واحد منهم خده يعني حسب القسم بتاعك. انا ممكن اديك ان حضرتك قسم ايه؟ قسم ايه حضرتك؟ انا عماره. عماره. انا عندي الاثبات مجموعه الاثبات بتاعت استراكشر، فبالتالي مش هتفيدك. هي الفكره ان احنا مثلا لو في لزب بفيديو صغير مثلا للشرح لطريقه استخدامه يبقى كويس جدا برضه. طب انا بنزل على اليوتيوب عندي، نفتح اليوتيوب بقى نشوفه. يا ريت لو لينك بقى او كده. لا بس دي حاجات مش فري بقى، انت ادفع بقى. صح كده. مش فري. يا جماعه انا بتكلم عن حاجات الفري، لو حاجه حضرتك يعني. طيب انا حاجتي كلها فري، حاجتي كلها مفتوحه. يوتيوب بتاع اسمه اي اس او اس 2000، ده انا اسمي حسن عسول او بتاع حسن عسول. تمام. ادي الفيديوهات بتاعتي، في بعضها حاجات يعني مثلا الاكس ريف، في شرح الاكس ريف اهو. في ريموف ديكوشن ستامب، عارف انت لما تيجي تطبع ساعات بعض الفايلات يطلع لك ديكوشن ستامب على حجم حرف اللوحه. تمام. هنا في ريزب هتلاقيه موجود، ده بيشيل الحكايه دي. فانا عامه لازم نستخدمه. والقناه بتاع حضرتك شرح عليها استخدام الحاجات دي وكده؟ بنهيم الحاجات قدامك اهي. في حاجات تمام. معينه انا ماشي بسلسله معينه بشرح فيها. ده تقليل حجم الملف في الفايل في الدي جي ان دوت. يا ريت يا جماعه لو كله اللي هو يخش على الموقع عندي يخش دي هيلاقي فايل هنا اسمه رابط بتاع البشمهندس حسن. ماشي حاضر. شكرا يا استاذ. دي دي جي ان ده تفتح هتلاقي فايل لزب، هتلاقي ملف لزب هنا موجود، ده خده حمله على الاوتوكاد بس اتمسح. احطه تاني مكانه دلوقتي بس انا احطه. ده انت مش هتعمل فيه حاجه، انت بس بتحمله وتسيبه. عارفين نحمل ازاي النسبه عامه اللي هو في اللي بشتغل قبل الكونتنتس هنا زوار الكونتنتس، بعدين نقول له اد. انا بحط احط الاسباب بتاعتي عامه، احطها على عامه بحط حاجتي كلها على الدي عشان لما الويندوز ضرب ولا حاجه تسيب عشان محفوظ. فكل ما احط حاجتي على دي اروح اعمل الاسم من هنا اسمه دي جي ان. هو بيعمل عمليه، في مشكله في بعض الفايلات في الهاتش بالذات بتلاقي حجم ملف جدا، فده بيظبطها. وسيبه هو بيشتغل لوحده وهو بيحمل، مش محتاج انك تعمل له ران ولا اي حاجه، هو لوحده بيعمل الشغل بتاعه. احنا كنا بنتكلم في الاثبات والليسب دي جي ان. الليسب دي جي ان هتحمله عادي هو يشتغل لوحده. تمام يا جماعه. بالنسبه للموقع بتاعي هتلاقي فيه بعض الاثبات، بعض الشروحات موجوده.
وده في الرابط في الديسكريبشن بتاع الفيديو نفسه تحت على طول. يعني في مثلا هنا دوت دوت ايه بيتكلم عن الفايل سايز، ففي فورم في اسمه بيجو، ففي ثلاث اوامر رابط البيجو هم بيتكلم في ثلاث اوامر هو بي يو اي بي يو اس بي يو سي، في برج اور برج اند سيف برج سيف اند كلوز تمام. ورابط النسبه النسبه ليه موجود في الرابط اهو. فانا معظم شغلي اللي او كل شغلي بعمله بالطريقه دي بنزل الفيديو، ولو في اوامر او نسبات موجوده معاه بنزلها معاه بنزلها في الرابط معاه. تمام كده يا جماعه؟ تمام لو حد تمام. طيب انا دلوقتي عايز ابعت لكم بقى الملفات اللي اشتغلنا عليها. تمام ممكن تبعت حضرتك على الفيسبوك مثلا او الواتساب؟ حطها على الواتساب ماشي. تمام طب انا دلوقتي هبعت لكم الاكسل الاكسل شيت الكود فايل في اللي يحصل. حد محتاج حاجه ثانيه النهارده معانا اعمل له اقول له عليها؟